تعال يا ابن طارق. فكرة أنا مش ضدك يا لبنى، والله العظيم أنا مش ضدك، بس أي حد مكاني لازم يعرف أنت جاية منين ووراك إيه. لا مش هتمشي، خليكي، أنا هدور لك على عمك ده تاني بجد. ست بعض مصلحة هخلصها واجيلك. سلام. ايه يا كبير؟ الواد قاعد بقاله نص ساعة جوه. ايه؟ هو بيخترق ذرة ولا ايه؟ انزل بص عليه يا كابيلو. الواد ده انا مش مرتاح له من ساعة ما شفته. يا كبير، الواد دورت عليه جوه ما لقيتلوش اي اثر، ولقيت العماره ليها باب تاني. يعني الواد ده خلع مني؟ اركب. اسمك انت؟ اسمك ايه؟ قولي قولي. لبنى. يا حاج شاهين اصحي يا مها. قومي قومي يا مها، لبنى اتكلمت. انا حلمت انه كان في ناس كتير حواليا عايزين يخنقوني وماسكين سكاكين، وبعدين طارق ظهر وانقذني منهم، وكان في واحد بيجري ورا طارق وهو مش واخد باله عايز يضربه في ظهره، وبعدين انا قمت من النوم مفزوعه. طب قولي لي، كان في دم في الحلم؟ مش فاكره. دم انت رهرة؟ ايوه يا ابني، اصل انا اعرف لما يبقى في دم في الحلم بيفسده، ما بيبقالوش معنى. الف حمد لله على سلامتك يا بنتي، والله انا فرحانه ان ربنا استجاب لدعائي. شوفي انت بقالك اهو شهر ويمكن اكتر عندنا في البيت، بس ما فيش صلاه صليتها الا لما بدعي لك ان ربنا يشفيكي. انا هقوم بقى اصلي ركعتين شكر لله وادعي ان ربنا يتمم شفاكي. يا ستي ما جوزك من ساعه ما قام مفزوع جري على الجامع عمال يصلي لها. استني بس، بصي بقى واحده واحده كده
احكي لنا انت كنت في ليبيا بتعملي ايه؟ اهلك مين؟ دراستك ايه؟ مش عايزك تبطلي كلام لحد ما كلنا ننام منك. انا ابويا الله يرحمه كان مدرس انجليزي في ليبيا، كان اسمه عبد الرازق، كان راجل طيب الله يرحمه. ايوه انا هفتح الباب خليك. يا غنوه يا حياتي، غنوه يا حقاني. ايوه فضلتي حياتي. ازيك؟ اخبارك ايه؟ تمام. كله تمام؟ خير خير. يا اختي معامله كشاف الكهرباء دي، مفيش. اتفضل يا فاضل. نشرب قهوه، نشرب شاي، نعمل ايه؟ سوري. اتفضل يا فاضل. بس اصل انا كنت لسه لابسه وخارجه، بس عادي بقى، انت مش غريب، اتفضل. لا أقولك على حاجة، عشان أنا راجل كده وجاي لوحدي وانتي ست لوحديكي ساكنة في الشقة الطويلة العريضة دي، فبلاش لحسن الناس يتكلموا علينا. ازيك؟ عاملة ايه؟ كويس. كنت عايز اسألك على حاجة. انتي تعرف أبو هناء؟ طبعا. ماله؟ أبو هناء ده صاحبي الروح بالروح، حبيب قلبي، بموت فيه كده لما يتنرفز كده ويبقى جامد الجامد. اتصل بيا النهاردة طالب مني معروف. وانا مالي؟ لا مالك، مالك يا حبيبتي، قوي مالك قوي كمان. ابو هناء ده اصله امره يهمني قوي 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 قوي، وبعدين هو مش طالب منك انتي حاجه، هو طالب بس كل اللي عايز يعرفه، عايز يعرف مكان فيتون فين. فيتون ايه وزفت ايه يا فاضل؟ هو انت مش عارف ان انا خلاص قطعت علاقتي بيها؟ مش هي دي اللي جرجرتني على الاقسام وبهدلتني وجابت لي البوليس لحد البيت؟ فاضل، هو انت مش في يوم جيت لي لحد هنا وطلبت مني اخدك ونروح لها وانا اللي رفضت؟ يا اختي حصل. امال بتسالني عنها ليه؟ بقولك ايه، هي الزفته دي عملت ايه؟ لا ما عملتش لا سمح الله، هي ما عملتش حاجه، بس اصل يعني حوار كده، جوز اختها اسمه راشد قتل واحد من رجاله ابو هناء، حاجه كده، كلهم رجاله في رجاله في بعضيهم، خناشير كده وجو ملزق، انا ما بحبوش، عشان كده يا اختي جات لك. فضلتي حياتي، احنا اصحاب، بلاش نلف وندور على بعض. من الاخر كده، انت عارف ان الاشكال دي لو مامي وبابي كانوا عايشين ما كانتش هتقدر تعتب هنا، وانا اللي غلطت اني عرفت الاشكال دي. يا اختي عارف طبعا مامي، هي دي ايام تتنسي؟ طب يا فاضل، الشقه عندك، دور فيها وان لقيت فتون تبقى خدها يا اخويا في ايدك وانت نازل. يا حبيبتي لا، مش للدرجه دي، ما تاخدنيش قوي كده في الاجريشن، مش للدرجة دي يا حياتي. أنا بس كل اللي كنت عايزة أقوله لك إنك يعني لو اتكعبلتي فيها في حتة، اتخبطتي فيها في أي حتة بتاع، تبلغيها إن أنا عايزها ضروري، وتقولي لها كمان إن أنا هخرجها من كل الحوارات دي، حتى الحوار الرفيع بتاع أبو هناء ده هخرجها منه كله. بدل ما تخرجها هي أو لا تخرجني أنا، لأن أنا اللي صاحبتك ودماغي وجعتني من القرف ده. لما تشوف فتون تبقى اقول لها ان انا بقول لها كان يوم اسود يوم ما شفت وشك ومش عايزه اعرفها تاني. فهمني يا فاضل؟ يا اختي ايه الاجريشن ده؟ خلاص بقى، الراجل طلب مننا معروف واحنا هنقدمه له. هبقى اكلمك. باي باي. كده يا غنوه؟ كده يعني بتقولي له خش فتش؟ يعني لما يفتش ويلاقيني وياخدني يعني يرضيكي؟ ده فاضل يفتون. خشي يا اختي خشي.
يا ريت ابويا كان لسه عايش، حاجات كتير كانت هتتغير. انت عارف لو عرفتني وسط اهلي كان ممكن. ممكن ايه؟ تقدم لك مثلا؟ وكان ممكن ارفضك مثلا. بعدين بقى؟ بعدين في ايه؟ فيكي عامله زي ما تكوني طلعتي لي من تحت الارض، بقالي شهرين ما ورايش غيرك. هو انا مضايقاك قوي كده؟ انت فاهمه انا قصدي ايه؟ لا مش فاهمه. انا بقيت مركز معاكي في كل حاجه، عايز اعرف كل التفاصيل عنك، الحلوه قبل الوحش. الدنيا دي غريبه جدا. انا بفكر لما كنتش عرفتك، قصدي يعني عرفتكم، كان ممكن ايه اللي يحصل لي؟ عادي جدا، كنت هتقابلي ناس تانية ويمكن أحسن مننا كمان، أو كنت شفت شر كان هيأذيني. أنا عارفة إن أنا مش هقعد معاكوا هنا كتير. أنت عايزة تمشي؟ لا أنا عايزة أفضل معاك، قصدي يعني معاكوا. معاك ولا معاكوا؟ هو أنت ليه عملتني كده أول ما جيت عندكوا؟ يمكن كنت خايف يحصل اللي أنا فيه دلوقت. اللي هو إيه؟ لبنى يلا انزلي، عايزيني. يلا جايين. أنا هنزل تحت. ايه هنا ابو سمرة؟ انا ايه بس عديلي كده؟ انا ايه؟ انا جيت صدفة عمراش. صدفة؟ صدفة. هنشوف احنا الصدفة الحلوة دي، هنشوف. عم راشد انا ما عملتش حاجة. عم راشد؟ ما انا عارف، انا امي هي اللي عملت اصلا. انا جيت بالصدفة عم راشد، ما انت عارف. ايه انتوا ايه اللي جابكوا هنا؟ مفيش، انا كنت جاي لك عند غنوة، لقيت الباشا قاب بالصدفة. بالصدفة؟ لا يا اخويا مش بالصدفة. ابو هناء بعته يرقد لي تحت بيت غنوة، لكن انا بقالي ساعة بلففه على كعوب رجليه. طب ما تنت كده وتقول لنا ايه العبارة بقى. انا عم راشد، انا بنفذ كلام المعلم عم راشد، ما انت عارف. شفت اهو. طيب تاخد بعضك بقى وتمشي، ما تبصش وراك، وتقول لأبو هناء المعلم راشد بيسلم عليك. تمام؟ أوامر يا عم راشد. ايه؟ أوامر. ايه؟ غور في ده يا يالا. تعال سيب ايدي. الله يا ولية، تعال. في ايه يا راجل؟ بقولك سيب ايدي. في ايه؟ الله. لا يا حبيبي، الغلط أوله من عندك. شايلت مراتي شغل وانا قايل لك انها في حماك، وراشد راشد كان لازم يهرب. يعني انت وابن عمك اكلتوها لي يا علي يا غور؟ لا يا ولدي، لا يا أنس، ما تقولش كده. ماشي يا علي يا روح، أنا هعمل الأصول وهديك ثلاث أيام. أنا عارف إن هم هيكلموك. لو اللي ليا ما رجعليش يا علي يا روحي، هيبقى ابن عمك ومراتك واللي يشدد لهم في ذمة ربنا. أنت لو كنت عارف تجيبهم كنت هتكلمني. الخط قطع. متشكرين يا عم. أي خدمة علي، ولما اتكلم تاني هبجيب لك التليفون. مش هيتكلم تاني. غور على امك انت وهي. Thank you.
عمنا حبيبنا. ايه يا عم خضتني فين؟ الحساب بس عشان بنفع الورديه. كام؟ 36 جنيه. ايه يا عم ده 2 شاي و2 قهوه وعصير. ما هو 2 شاي و2 قهوه هنا وعصير ب 36 جنيه. ايه؟ نقوم نمشي هتقفل ولا ايه؟ يقفلوا ايه احنا العصر؟ احنا هنا شغل 24 ساعة، أنا بس يعني بحاسبك عشان خاطر الشفت الجديد. وبعدين بقى في الغلط ده يعني ايه يعني؟ شفت حضرتك، أنا شفت اللي هي وردية، وردية. طب يا أخويا صحيني الشيبس اللي جاي. هات 4 جنيه. 4 جنيه؟ حاضر. بكره الصبح ان شاء الله في 2 موظفين هيدوك على الورق، بعد كده بقى مش هيبقى فاضل غير انه يتختم خدمة الناس. ايه ده؟ يعني هيطلعوا لها شهادة ميلاد وبطاقة عادي؟ اصلها ساقطة قيد. هنخلص 10 وننزل على طول. لا على طول ايه؟ انت هتستنوني ساعتين اخد الشاور بتاعي وانشف شعري. ساعتين؟ ايه ده؟ انتوا رايحين فين؟ والله يا ماما احنا كنا يعني نازلين كده نشتري شوية حاجات. لكن العجيبة بقى ان الاستاذ طارق تفضل وتنازل وهيجي معانا. طب اولا بقى انا مش نازل معاكي. انا نازل اشتري فستان للبنى عشان تحضر معانا فرح بنت اللي هو خليل. فرح. ايه ده انت شرق؟ بنات كتير بتجيب في سيرتك. كان عارف يختار منهم واحدة يتجوزها بلا خيبة. سامعة؟ قولي لها. أختك وتهزر معاك. أختي قولي لها حاجة. أنا أحسن. لا خلاص كلت. حصلني عشان عايزك. خير يا حاج؟ لاحظ حاجة غريبة يا طارق بينك وبين لبنى. مش فاهم. اسمع يا طارق، صحيح لبنى بنت طيبة ولطيفة، بس احنا ما نعرفش عنها أي حاجة، فما ينفعش إنك تفكر. بس يا حاج، ما ده الكلام اللي أنا قلته في الأول. الموضوع اختلف. صحيح هي بنت غلبانة ومسكينة وإحنا بنعطف عليها، بس برضه ما ينفعش نحبها ولا نفكر نتجوزها. انت نسيت انت مين؟ نسيت ابوك يبقى مين؟ على العموم يا حاج لسه بدري قوي على الكلام اللي انت بتقوله ده. بدري؟ يعني ممكن تفكر في الموضوع ده؟ انا ما انكرش اني معجب بيها يعني. لا لا يا طارق، من دلوقتي بقول لك لا. الصلاة على النبي يا استاذنا، الايجار المفروش ده ليه شروط، وخصوصا لما تبقى اللي هتأجر وهتسكن واحده ست. ايوه ما انا مش هبقى معاها برضه قوي يا عمنا. راشد ده يبقى ابن عم جوزي، يعني زي اخويا بالظبط، هيجي يشق عليا ويمشي على طول يعني. ما يضرش، بس صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. مهنه السمساره دي اهم حاجه فيها السمعه، وانا راجل سمعتي زي البرلنت، والناس مالهاش غير في بورق. اللي هو بيبقى عامل ازاي ده؟ راجل وست ساكنين في شقه مفروش مع بعض. يبقوا حاجه من الاثنين، يا اخوات يا متجوزين. متجوزين رسمي زي الفل، متجوزين عرفي ما يضرش، من غير ورق ما عنديش شقه مفروشه. طب والله يلا نبيل لموا الحاجات دي وطفوا الانوار واتكلوا على الله. ماشي يا باشا. ايه؟ معاك حق. وانا نسيت اقول لك، بس انا هتجوزك. ايه؟
بقول لك هتجوزك، انت سمعتيني؟ انا اول مره اطلب من حد الطلب ده. مش هتجوزك وبس، انا هتجوزك واجيب منك عيال كمان، ولو فضلتي متنحلي كده هخلف منك دلوقتي. انت اتجننت صح؟ اتجننت. صعيدي بقى. مفيش حاجه يعني دلت انك صعيدي. وقت الغباوه هتشوفي. وكمان هتتغبى. انا خايفه، خايفة اعمل لكم مشكلة كبيرة في البيت. انا برضو مش هرد الجميل بالطريقة دي. ايه الهري اللي انت بتهريه ده؟ جميل ايه وبيت ايه؟ انا بقولك انا هتجوزك، تقولي لي بيت ومشكلة؟ يلا يا ماما، يلا يلا. وابوك؟ ما ابوك مش هيوافق. مش من حق، بقولك قررت اتجوزك. ما انا كمان ما وافقتش لسه. مش مهم توافق، انا موافق. يلا. دول 50 جرام. هات يا عم في ايه؟ يعني 9000 جنيه. 9000 جنيه؟ لا احنا مش معانا المبلغ ده. لا ما انا عامل عليهم اوفر. اوفر؟ اوفر عامل عليهم عرض يعني يا راشد. ب 6000. ب 6000؟ طب راشد احنا ممكن ناخد نصه؟ لا ما ينفعش، هو الاوفر عليه كله. طب معاك كام؟ انا مش معايا غير 2000. وانا معايا 1200، يبقى كده الحساب 3200 اللي معانا. بص يا راشد احنا ممكن نديك المبلغ ده ويومين ثلاثة بالكتير قوي ونديك بقية المبلغ. ماشي يا باشا، انت حبيب، انا عينيا ليكم. اوكي تمام. انت كويس يا راشد؟ ها؟ سلام يا راشد. سلام. تمام. طيب سلام. بالجارة ايه؟ والله ما ينفع اللي انت عامله في نفسك ده يا اسطى. قوم احلق دقنك. بتحايل عليه بقالي يومين. قول له، قول له يا عبد العزيز يمكن نسمع كلامك. الحاج عامل ايه يا صلاح؟ الحمد لله في خير، بقيت احسن شويه، بس انا بقى زعلان منك. عامل زعلان وما سالتش عليها قد ايه لك يومين. حاجه لي. بقول لك ايه يا اسطى، هو انت دفعت القسط الاخير بتاع العربيه؟ منين بقى؟ طب هتعمل ايه؟ هبيع التاكسي القديم. لا ما تبيعش حاجة، ربك هيدبرها بإذن الله. هبيعه يا صلاح، ما عنديش حل تاني. طب لما مؤاخذة في السؤال بقى، أنا هنزل في الوردية الجديدة؟ بتستنى لما ندفع القسط ونخلص من القصة دي ونتنيل يا عبد العزيز، نشوف بعد كده هنعمل ايه. هو ده وقته؟ ربنا يلطف بيك يا اخويا، ربنا يلطف بيك. مصيبة كبيرة ما كناش عاملين حسابها. منك لله بعيدة، منك لله. وحسبنا الله ونعم الوكيل فيكي، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكي. يا ساتر، فيه كده في الدنيا بعد العمر ده كله والشيء بدعي كل ده يحصل لنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. تعملي ايه يا مجنونة انت؟ يقفل الشباك هتفضحينا. اتخنقت. شوف انا قاعدة هنا بقالي قد ايه، عايزة اشم شوية هوا. طب اقعدي شوية. ما تشمي هوا هنا احسن ما تشمي هوا في القسم. ما انت عارفة الحكومة وانسى قلبين الدنيا عليا، ده غير البلاوي، تعدد زيجات وزنا محارم. زنا محارم ده ايه؟ انت صدقت نفسك؟ ده هما ورقتين عرفي مضروبين، انت هتوديني في نصيبة. احنا ناقصين مصايب، مش كفايه البلاوي اللي احنا فيها ده، انا هربان من اعداء. وانا مالي يا اخوي؟ وانا كنت قتلت. ما هي غلطتي. وانتي؟ وانتي هربانه 3 كيلو بودره. خلاص بقى، تخلي كل واحد في غلبه. كمل يا اخويا كمل. وانا جوزي في السجن وانت مراتك طفشت منك. مراتك اللي هي تبقى اختي اللي طلعت بيها من الدنيا، اللي انا عارفه هي بتاكل ايه،
ولا بتشرب ايه ولا عايشه ازاي يا قلبي. على فكره بقى انا مش انانيه، اهو النعمه انا الدنيا هي اللي ملطشه معايا، بتوقعني في الطباط رايحه جايه مش عارفه هتخلص على ايه. هتخلص هتخلص والله، هتبقى زي الفل. احنا نبيع الحاجه ونقفش الفلوس ونبقى في السليم، بس لحد ما ده يحصل نبقى بين الاربع حيطان. طب خلص يا اخويا بيعهم كلهم على بعض. ما ينفعش، ساعتها انسى هيسم خبر، لازم يتباعوا كده قطاعي. وانتي بقى عاملين لنا كوبايتين شاي قبل ما نظبطك جوب عظيم. هو انت فاكر اني مراتك بجد؟ نيله دي روح اتنيل اعمل الشاي انت. ماشي هتنيلي انا اعمل الشاي وانت تنيلي اعمل لنا الجوب. اما اكل السندوتش الاول. اما اكل السندوتش الاول. ازيك يا لبنى؟ انا الحمد لله كويسه وانت؟ انا الحمد لله كويس. هو بابا عندك؟ لا عم شاهين لسه ما جاش. هو في حاجه؟ مفيش يا ستي. حلف عليا ما تدخلش البيت طول ما انت فيه. كل ده عشان قلت له بس انك جاوب. انا ما كنتش عايزه يحصل الكلام ده. لبنى يا لبنى، لبنى لما حيرتك وتسيب البيت ده دلوقتي حالا. ما ينفعش يا شهيد. مش عايز كلام كتير. حاضر اللي حضرتك تأمر بيه، بس انا عايزك تسمعني. لو مش هسمع انا هدفع لك فلوس وفلوس كتير قوي مقابل انك تبعدي عن ابني، مفهوم؟ بس انا مش عايزه من حضرتك فلوس. هو اللي حضرتك تأمر بيه انا همشي ومش هتشوفني تاني. ايه اللي بتقوليه ده بس؟ هتمشي تروح فين؟ تبعد عننا، بلا عندنا اكتر من شهر عالجناها واتكلمت وطلعنا الاوراق. عايزه مننا ايه تاني؟ انا والله ما كنت اقصد ولا كنت اعرف اني هحبه. انا اسفه. لا يا لبنى انت مش هتمشي. بابا لو سمحت ممكن نقعد بس ونتكلم؟ وبعدين انا خاف عليها، هتمشي وهي مش عارفه رايحه فين. يا ستي هاجر لها مكان تاني بعيد عن البيت ده وبعيد عن ابني. حضرتك عملت لي حاجات حلوه كتير كلكم، أنا مش عايزة حاجة تاني، همشي. لو سمحتي خدي حاجتك واتكلي على الله. ولا حاجتي عايزاها، أنا زي ما جيت زي ما همشي. ما ينفعش كده يا شاهين. مش عايز كلام كتير. لقيته اتنفذوا من سكاس. سيبيها مها. ليه كده يا بابا؟ اللي حضرتك بتعمله ده ظلم، ظلم لبنى وظلم لطارق كمان. انا ممكن اصلا طارق بس مش هسيبه دي مني، مفهوم؟ اتفضل التليفون اللي حضرتك جبتهولي. انت ايه اللي جابك هنا يا ولد؟ انا مش منبه عليك ما تجيش البيت ده طول ما هي موجوده. انا جاي اخد لبنى وامشي. تاخد لبنى؟ ما تقدرش تاخدها، انا امنعك. انا اسف يا حاج بس حضرتك ما تقدرش تمنعني. حضرتك قدامك حاجه من الاتنين، يا تبارك جواز انا ولبنى ونعيش كلنا جنبك، هاخدها وامشي من هنا وهنتجوز برضه. لا يا طارق انا مش هعمل كده، انا همشي. استني رايحه فين؟